والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله بدينا وعني بيصلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يصبحكم ورد وفل وياسمين، يصبحكم نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. شي حواكم صديقاتي لباس، إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين. نهار جديد، فيديو جديد، كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. ديمو كما العادة معايا اليوم فيديو فيه التصنيف وفيه الحركة، وإن شاء الله في الحركة بركة. اليوم البنات باش نحضر معاكم الفطور كما العادة، نشارك معاكم الدبارة وباش نوريكم كما هكا. فما صديقات قالوا لي فاتن تويني الهدية، تي قلتي لنا باش نوريك الهدية، نوريكم الهدية أمورتينيش. هانا نستنى أكيد من نجمش خبي عليكم حتى شيء، ومن نجمش منشارككمش هكا أي حاجة نعيشها في نهاري. وفي هالفيديو باش تشوفوا الهدية. أول حاجة ساعة قبل ما تشوفوا الهدية هنا البنات، كالعادة معناتها نحضر قضيتي، خضرتي، الحاجات اللي باش نعملهم كي باش نطيب. اليوم يما قاعدة هنا تقصلي في السلطة، عملت سلطة متاع خس وطماطم وبسبيس وبصل وجزر وشنو آخر كاو. وهنا عملنا البطاطا، هنا قاعدة نقص في البطاطا ونقص في الجزر عندي ما نعمل بيه، عملت كمية كبيرة متاع سفنارية حشتي بها. ويوم باش قصي بطاطا متاع المقلي. ايه البنات مازلت مع تخريج المعون وتاع التخميل، عرفتوا ايد هكا وايد هكا، كل مرة ونلقى حويجة ننقص منها، ننقص متاع تنظيف نخرجها نغسلها. ديجا هذيك البلارة اللي عندي في الكوجينة نعشك في الكوان كنت حطيتها، ما ورتلكمش البلاصة نتاعها، ما تشوفوها ونحكيكم عليها. مازلنا مع التنظيفات ومازلنا ما بديناش التغييرات. والله ان شاء الله ان شاء الله. قولوا لي ساعة انتم بديتوا تغييرات، بديتوا تنظيفات، بديتوا تحضيرات، اللي ما تجري جري. تعرفوا والله نحكي مع قريبتي الليلة، قلت لها تعرفي هي نحكي في موضوع معناتها لا علاقة باللي انا خمم فيه. لفت قلت لها في بالك احنا نروح اليوم قديش في الشهر، يعني دخلين في 6 في الشهر، ما حسبتش معناتها صحيح 5 فيفري، دخلين في 6 في الشهر، يعني اول الجمعة مشت من الشهر هذا. شوفوا بالحق ليامات كيفاش تجري جري، يعني الجمعة في عادي بروحي نقول خرج فيها، وجمعة الأولى نتاع فيفري بالنسبة لي أنا تعدت. نرجع توا للدبارة نتاعنا لليوم. هنا أول حاجة قاعدين نعملوا فيها
هي عملتها، نظفت السردينة وعملت لها غسلتها وعملت لها شوية كمون شوية فلفل أكحل شوية قارص، أنا نحب القارص في التن وفي السردينة، يفوح يبنن ويخلي السمك يجيكم طعمته هكا ما نعرفش فيه كأنها طازج، ولا كيفاش مع القارص يعجبني يعجبني تقلي بي يعني، مش بعد ما تقلي تحطي، لا لا قبل جربوها الطريقة البنات واعطوني رايكم. وبعد ما كملتها كيكا نظفته وفوحته خليته يرقد السمك متاعي في الفح متاعه، وجيت للخضرة متاعي اللي هي طماطم فلفل باش نغسلهم باش ننظفهم ونخليهم هكا يتنحى منهم بعدين يتسقطروا، وباش نطيب بيهم الفطور متاعي. وهك كمية جزر زيادة حتى هي غسلتها وباش نعمل بها معناتها دبار الجزر ذي، تعرفوا ديما نشارك معاكم باش نعمل عصير من الفيديو اللي فات، عصير نعمله بالجزر تنوريكم الطريقة، ما وريتلكمش الطريقة في الفيديو ذي خاطر طيبته وخليته يبرد وما خلطش على الفيديو هذايا، الفيديو اللي بعده تشوفوا فيه الطريقة متاعي اللي بالحق يكون فيها العصير متاعكم بنين وأقل نقولوا احنا معناتها مصروف من انك تشري عصير من برا، خاصة انه توا المكونات متاع العصير هي مكونات في متناول الناس كلها، والجزر مقوي النظر متوفر في الشتاء بصفة كبيرة. انا الحقيقة ناخذ فيه، تعرفوني ديما نقولكم راني ناخذ فيه من غير اكل الرجعه نتاعو يعني الاكل الاخضر اللي يبدا شاد في الجزر، فهمتوا كيفاش يعني كعبه نظيفه ناخذها الكيلو نتاعو بدينا يعني ميزانه من غير مش خطر، تلقي كي تلقيه هو بك ربطه كامله، اي ربطه كامله فاش على الكلام، تلقي الميزان يجي اقل يعني الكعب تجي اقل في مش في الميزان، اما كي تاخذيه هيك كعب كي كيف فهمتوني البنات شنو نقصد، تطلع لكم الكميه كبيره. واني انا نستغل الفرصه باش اني نعمل حاجات في الدار بهك الخضره اللي متوفره بكثره وباسوان مرفقه، الحق نخرج برشا حاجات يعني. توا شفتوا البنات شنو تفكرت هنا، اخذيت انا بعد ما نظفت هذيا وحطيتها الطيب وكل مشيت للمارشي وخذيت الجزر، نحب نعمله نملحه الجزر يبدا توا طعمته حلو وبنين، يجي حتى في التمليح محلاه يعني، توا نملح معناتها الجزر تو هاك ما عطيتوني الفكره تو في اللحظه هي باش نعملها. تو نشارك معكم الطريقة رغم انها طريقة بسيطة بالنسبة للجزر، انا منحط لحد شيء كان ماء وملح اكاهو يعني ما نزيدلوش حد شيء، اما نتفنن في قصانه نعمل لك المنشار تنوريكم الحاصيل وكيفاش سهلة مهلة. المهم وهنا صديقاتي بعد ما كملت حطيت لك الجزر وحطيت الماء متاعه وباش نحطه يطيب، جيت للطماطم بعد ما غسلتها باش نقصها قصيتها وباش نحطها تطيب مع الزيت نقليها معناتها شوي، وكل الطماطم اللي عندي اللي مصبرتها كميات كبيرة البنات حتى هي باش نحطها مع الطماطم هذه باش تعطيني هكا بنة للصوص كلها صوص ناتوريل باش نزيدها حاجات، ولكن هاني نقول نعاون بها باش تبذر لي. خذيت راهو حتى بعد ما طيبت ماني قلت لكم راني خذيت الجزر، خذيت الطماطم كعب بنينه يعني شكل وطعم وجديده، خذيتها على دينار الكيلو. السنة راهو في الشتاء تسمى ما طلعش صومها برشا، عمناو نتفكر الطماطم طلعت صومها يعني وصلت، فما فترات في الشتاء توصل 4000 توصل 3000، سنة سما ما وصلتش حاجة كبيرة. حاسين هنا جبت الثوم، ساعات تلقوا قشرة الثوم هكا بعد ما تيشروه ناحية بمغسول هو بالطبيعة رحيته وحطيته معاك الطماطم هذيك نخليه يتقلى معاها تبدا كالريحة طالعة من قبل الصوص اللي تعملوه، ثوم وطماطم
من غير بصل. اللي تحب تعمل البصل تحط على روح، اما هي البنه نتاعها طماطموط هنا تقولوا لي فاتن المقلي الزيت. اسمعوا صراحه مش نعطيكم، تعرفوا لي هناك نجرب زيت ولا نجرب اي حاجه في الماكله راني اذا به راني نشكرها، ما عنديش عليش، ما هوش بوب اما نشكرها صراحه. زيت جديده من بالحق كي نقلي بيه ما يجينيش المقلي نتاعي هكا طري، ما يجينيش مليان بالزيت، تجي الحاجة شيحة تتقرمش بنينة والزيت ما يتشربش في الماكلة، يعني يقعد جديد ولا كيفاش ما نعرفش. فهمت القصد نتاعي شنو البنات، فيعجبني في القليان يعجبني، وهو راه هذاك متعرض للاستعمالات مش كان للقيل، يعني تنجم تعمل بيه تقلي بيه الطنجرة، تنجم تقلي بيه. هنا صديقاتي شنو عملت، رجعت للصوص نتاعي، خذيتك الفحات تحطوا شويه فلفل مرحي احمر، شويه تبل كرويه، شويه كركم، شويه فلفل اكحل. هنا نسيت اللي ما حطيتش هريسه عربي، بعدين مش نحط راه الهريسه العربي اكروح الثوم هذيك زاد نحطها. الصوص راه كل واحد كيفاش يحب الطعم نتاعها، انا قلت لكم فما اللي يحبها تبدا طاغيه فيها الثوم، فما اللي يحبها تبدا هكا خاطره بالبصل، وهنا زدت شويه كيما قلت لكم الهريسه العربي، وزدت زاد شويه الطماطم معجونه شويه مش برشا هكا باش والله ما قعدت فيها شيء. الصوص هذي جد بنينه نودكم ونشهيكم وان شاء الله قسمكم في الجنة. الحاصل عرفتوا كل مقلي يدين تاع الزمن الجميل، والسردينة، السردينة البنات خذيتها رخيصة ما خذيتهاش غالية، يعني سمها مرفق، خذيتها على 2600. وهنا البطاطا نتاعي ديك قصتها يوم راهو البطاطا قاعده تتقلى، شوفوا الشكل نتاعها ساعات ما تبانش راهو في الاضاءه، ما تبانش اللون الدوري والكل، المهم جت محلاها. حطيت زيت وحده جديد، كل الزيوت اللي استعملتها اليوم جديده، عملت فيها قلت انا ما هي مادام هو جديد خلي زيت البطاطا وحده، نعمل الزيت الاخر نتاع السمك ونحط فيه الفلفل. وطيب تقرينات قليتهم قرينات الفلفل، قرينات تكوانسيتي يا البنات، قرينات الفلفل هذوك مزاد حتى هما تحبوا تفوحوهم، فما ناس تحب تحط لهم شويه تفاح تبل كرويه يعني وشويه ملح، ولا تحبوا تعملوا ممكن شويه ملح وتخلوهم يعني تحلوا القرن تفوحوه وتقلوه بنين. تعرفوا حتى الفلفل توا حار، انا في الشتاء وفلفل الصيف موجود، ستارتير حسيت يظهر لي ستارتير. هنا شفتوا راني ساعات حتى الكلمات بداك نتفكر فيها، وخاصة كي نبدا نسجل دوب منفيقة كامل الفجر. خديت نسمو فيها السردينة بعد ما تفوحت بالسميد والفرينة، برشا سميد وشوية فرينة هي اللي نعمل بها السردينة، نسمو فيها مبطن بها. السردينة تجيكم بنينة، جربوا الطريقة نتاع سميد الرطب، هو اللي تعملوه في بلاصة الفرينة، وإلا تزيدوا شوية الفرينة وتقلوا بيه، راهو تجيكم الحاجة تتقرمش. زيته هو سخون، حطيت فيه السردينة ذيك تشوفوا الشكل وحكموا من الشكل، والله بالحق حاجة بنينة على الاخر. جربوها الحصيل والطريقة ذي، تنجموا تستغنوا على الفرينة تعملوا كالسميد، ولا كيفي انا زدت شوية هيك فرينة باش ما نعرفش نعاون بها، ولا هكاك من راسي ديما عندي افكار في التطيب، نقول هاي خليني نجربك الحاجة كيكا. كي جربت الحق جد بنينة وجد خفيفة، وحتى هي ما قعد منها شيء. تسمعوا بيك المثل انت اقولك تتاكل عالشبع، هذيك هي تتاكل عالشبع، هاي دبارات راي البنات، كل يوم احنا شنو نصنف وشنو نطيب وشنو لازم الوحدة هكا تنوع، مع انه نهيرات ظوما نهيرات طقس ربيعي، يقولوا العزارة دخلت، قال لي يا خويا قال لي ايامات العزارة، العزارة يعني متاع الولاد العزيب برامون هكا يقولوا، يبدو يحسبوا كل نهار يقولوا نهار ذي نهار فلان، نهار ذي في العائلة يعني يبدو مثلا الشباب العازب يبدو يحسبوا لهم كل نهار، النهار كيف يطلع مثلا يجي نهار مشمس، يجي نهار ممطر، يجي نهار معجعش، يبدو يقولوا هكاك من عاداتنا معناتها، يقولوا هكا كانت قبل للا يذكرها بالخير ديما
تبدا تقول كل نهار متاع ولاد اختها في الاولاد تبدا تقول النهار هذا من الكبير حتى للصغير كل يوم تحسب له حتى لين يخرجوا ايام العزار. المهم هنا البنات هكيك راني فكره تفكرتها قلت هيك وخطر ديجا يما قالتها وجا رياض اللي قالها يا اخي قالت لي يما راهي راهو العزار هكا قلت لها نتفكر كي كانت لالا بحذايا ديما تعملها الفازه دي نتاع كل يوم تقول هذايا نعرفوا لين هذايا نعرفوا لين. هنا عادات البنات هنا صايي الفطور نتاعنا حضر حطيت ديما نحب في المقلي نعملك الصحين اللي يبدا متنوع نحط فيه مثلا السلطه معها الفريت معها الجرين فلفل معها السردينه هنا الصوص نحطها في صحن قعدنا فطرنا وديناكم مشاهيناكم وان شاء الله قسمكم في الجنه من قبل ما تاكلوا المقلي التونسي الخفيف هذا يا البنات فطور نهار لحد نورمالمون. هنا هني قعدت انا ورياض ويما افطرنا مكتب وهنا البنات عجبتني فكره رغم اجت ساعات تواتي ظروف هكا كيما توا معناتها المعون الكل على برا والطاوله الكبيره كلها معون والبشكي ما عارفين كوجينا كل دخله بعضها فاستعملت الطاوله دي قلت هي نحطها هكا بحذا في الوسط نتاع الصاله على البناك يا اخي فريمون عجبتني القعيده كيكا والواحد ياكل وهو مرتاح قاعد في البنك ياكل وهو مرتاح فقلت نعود نعملها العملة فيه عجبتني مرتاحة ولمتنا. وهنا باش ذكرت حاجة نحب نقولها نورمالمون راني قلتها أول فيديو نحب نعتذر من كل صديقة سألتني ولا عملت لي كومنتير ولا حاجة وما جاوبتش الله غالب راهو النهار قدش من حاجة في حاجة الواحد يتولها فيه هاو إن شاء الله تو نقرا معناتها لي كومنتير نتاعكم ونجاوبكم حتى في الفيديوهات لأني النهار جري في جري وكل مرة يا البنات تطلع لي طالع كل مرة نقول هكا باش نكمل ولا حاجة نلقاك الحاجة لازمها تتقدك الحاجة لازمها تتعمل نحس الفترة دي قضية تجبد قضية حاجة ما كانتش حلبل يعني حاجة تجبد حاجة بالحق نشوفوا قديش طلعت لي حكايات ما كنتش معاملة عليها وما كنتش حطتها في بالي يا اخي كل مرة نشوف تبانت العيوب كل مرة نشوف هكا حاجة لازمها تتصلح لازمها تتجد لازمها تتعمل فذاك علاش هانا في التوخير وكل توخيرة كما يقولوا اش فيها يا صديقاتي فيها الخيرة ان شاء الله يكتب لكم الخير والهناء والصحة والراحة وهذيك هي الدار وهذيك هي القضية وقلت له يصبح حي كما يقولوا فيها المثل لدي متاع الجدود ما توفيش ما توفيش العمر يوفى والقضية ما توفيش. وتوا صديقاتي مش نوريكم الهدية هيا سيدك بنسيدك مش نوريكم حاجة روعة روعة باش نضحك نشوف باش تسمعيني تفهميني باش تسمعيني تفهميني تفهميني النساء واش قاعدة تعمل النساء جاش عيد ميلاد كل عام وانت حية بخير الله يخليك والله يخلي لك ما عندك وميرسي بوكو هيا سيدك بنسيدك جاني حميدة والله لذيذة عليك قال لي فاتنا شنو تحبي في عيد ميلادك انا انسانه نختار هديتي بنفسي قلت لها نحب 100 درهم يعني 100 شويه عليك شوفك رومانسيه 100 شويه عليك قلت انا 100 ذي شنو باش نعمل به والله يا البنات نزيد عليكم ما تعدوش على وجهي وعلى حالتي راهي تكرب ونسجلوا تو ماضي ساعه تاع الليل كي راك حتدني قال لي هو باهي معناتها مسكين ما قال لي حتى شيء قال لي شويه عليك 100 قلت لها انا اعطيني 100 ولا يهمك يا حميد عندي حاجاتي باش ناخذها بعدين قلت لها باش ناخذك قلي لا ما تاخذيش ما تاخذيش انا شنو جاني في البيت جاني بالي حله مروه في الكوجينه بابيي ودنيا ودنيا ودنان قلت نضرب خماسي في الزداسي نمشي نشري ياكل بابيي ونركح جوي شفتي الهدايا نهدي الروح انا هاني هاي عندي الهدايا ونعمل هاك البابيي نتاع الكوجينه وكل نستغل الفرصة وكل ثم حاجة والله كانت عجبتني البنات كانوا عجبيني الخمارات الضومة خمارات الكروات اللي طالعين تو فهمتوا وهنا عندي كابوتي كالباج جديد هكا الحق أنا البنات أهو هو الوجه نتاعي أنا الحق شفتهم في جديد 15-18 والكل مش نكذب عليكم ونقولكم حاجة قلت أنا ياسر بصراحة ومش لازم والله نهارت اللي عندي نهارت لو هي تفهمين على عيد ميلادي معناتها الكادو نتاعي
نمشي نقضي رب كل معبود نلقى واحد معلق كأنه محطوط لينا. والله العظيم يا روع. سألت قلت لها بكديش خلوالي هو لكم بكديش قيل يا روع بلفي. والله قال لي بلفي. هو قال لي بلفي وقلت يا ربي يا كريم. والله والله قلت له يا ربي يا كريم قال لي بلفي قلت هز بلفي واني ربحت 98 دينار في جيبي. المهم الحاسيل البنات ثم حاجه شهيتها صافي لونطون. وانتم تعرفوني انا انسان نموت على الاكسسوار. شوفي لي انا روعه الاكسسوار اللي شريتها حل ايامك ان شاء الله ما تكسدي ما خير ربي صحه يعطيك الصحه عايشه اختي. هذيك شهيتها فرده عتلي مده كبيره. انا ديما مبجل حاجات على حاجات قلت طيب من 100 شريت البابيي يطلع لي 24 دينار و500 ال 700 وفي ال 3500 وخذيت ب 10500 3100 على 3500 300 خاطر هما ما يقصوش كان متر ولا زوز ولا ثلاثه يعني ما يقصوش بالنص فهمتي للرخام. وكانت لي الفلوس شوفي ربي كريم حنين رحيم. شريت الفردة دي شريت الفردة هذه يا للا يا للا انا ماني ماشي والله ماشي في الاربعتاش وشدة في الاربعتاش وراهو رغم انهم هما روعة بقديش اهي خليها كتبين ما حبش تظهر في الواه فهمش عليش الفريدي والفازيت ما تحبش تظهر في الواه اهي في الحقيقة شفتي تقولي في الحقيقة تقول اذهب ريتو الزينة انتاحة استنى نقص الفاتي روح حتى التليفون معبث بي اهيا البنات المحلة مش بتظهر لكم حاجة كما هي في الحقيقة اهي الله 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 بانت اما الكاميرا ما تركحش استنى اهيا البنات الفردة زيان كأنها ذهب ضمة ميت عليهم انا البنات ريت ثقيله تحسها متينه ثقيله متينه وهاهي في اليد المشكله راسي وجعفي طرفي كان باش نستبردو احنا ولا شني الحكي راسي وجعني هو تحسه ندوه هابطه شيء عظيم اهي البنات الفرد ريتوه قصيت الضو قصيت كل شيء باش تشوفه ريتوه ثم شكون ما نحبش لقيت انا نوار وبلو فهمتي اي هاي ريتها شاف التصوير ما فهمتش علاش فردة عجبتني تعرفوا في اللي تظهر خويتي نهار كامل وانا نمسح فيها الكام لا حاولي بالقماش كامل نمسح بيها انا البلارة تاع اللونيت شفت البنات هذه هي شوف الصبع بتاعي هذا صبع امس كله دم نحيتك البنتيف ولا ما نقول سموه بنتيف اهيا حاسيلو هذه هي الفردة نشوف وهذا صديقاتي خاتم شوفوه رو انتم سموه شي شخانة ذي ورش تسموه محريه ذي ما عندوش دخل بالمية تلف حطيتها نفس الصندوق ذي شوفوا الصندوق ذي قديم وريتولكم ريتو علاش حطيتها هنا خاطر الصندوق ما لقيتش في الاخضر كان هذا عندي قديم يعني الاخر ما غديتوش في الاخضر هذا هو شقولكم فيه الخاتم ذا هداء من حميدة ما عنده حتى دخل بالمية شديدي في المية والله ما عنده دخل بالمية يا البنات تعرفوني اللي فم أنا ها هو أوركوتا أنا كوتا يا بنت في فروز جاي روز وفيرش طول البنات أنا خرجكم فيه هكا حسير وش قالك فيه روعة ما هوش ذهب البنات راهو فضة عشي شخان مش يبدأ في بالكم احنا ذهب رانا ما استعرفوش بيه هو ما يستعرفش بيه وحنا ما استعرفوش بيه حاليا عندي مرمى البنات والله ريتو ذي الطعز تعرفوا اختيش الوقت ماضي الساحة غير درج تعالوا في الهدايا هاي ما فما صديقات قالوا لي فتن ورينا هاي فما صديقات قالوا لي ورينا الهدايا هاي هي من هذه شوفي ديا بالبرد المحل ما بيها شيء غني ما نعرفش كيفاش طالعه في الكاميرا كجرح في ايديا جرح روعه لتو مازال هو بيدو حبش يديه قعد لي مده تنجرح في نفس البلاصه حس صديقاتي هذا هو الكادو
وورد لكم الفردة، فردة عجبتني على الاخر. ان شاء الله ربي يكسبكم خير يا البنات، واني فرحة مزرورة باني عملت افريتي في الكوجينة. دخلت شعبان في قعبان. حاجة وحويجة حاسيلو. هذيك هي صديقتي الهدايا.